يقول الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهذه الآية تدل على وجوب حفظ المال العام، ولذلك من أخذ شيئا بغير حقه كما دلت عليه الآية فإنه يأتي يوم القيامة يحمله. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يؤخذ ولو ما قل ولو ما قل. ولذلك بعض الناس قد يكون من باب التساهل أو الجهل أو ما شابه ذلك قد يأخذ قلما من مقر عمله، يعد أن هذا شيء يسير فيتملك هذا الشيء، أو أنه يأخذ ما هو أقل منه، هذا غلول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتم مخيطا، يعني إبرة، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، فما فوقه يعني ما هو أكثر منه أو ما هو أقل منه، كما بيّنت ذلك رواية الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند الدارمي: أدوا الخياط والمخيط، الخياط الخيط، المخيط يعني الإبرة. وفي رواية الإمام أحمد وسنن ابن ماجه: أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك وما دون ذلك. وفي رواية الإمام أحمد: وما هو أصغر وما هو أكبر. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الحديث السابق: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه. إذا كانت الإبرة ستحاسب عليها وما هو أقل منها، فما ظنك بما هو أكثر وأكثر. أن استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه فإنه غلول. الغلول هو ما أخذ من المال العام من غير حق، فإنه غلول يأتي به يوم القيامة. وكان هناك رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله اقبل مني عملك، يعني أقلني من العمل الذي وليتني عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لما؟ قال: إنك قلت كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا على ذلك قال: وأنا أقول الآن من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وبكثيره، فما أعطي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وهو الأخذ من المال العام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود قال: من استعملناه على عمل فرزقناه منا رزقا، يأخذ أجرته، يأخذ مرتبه. من استعملناه على عمل فرزقناه منا رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ولو أقل ما يكون. ولذلك بيّن عليه الصلاة والسلام كما في المسند وسنن ابن ماجه كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الغلول، أي ما يؤخذ، قال: أدوا الخيط والمخيط فما أخذ منه فهو يوم القيامة عار ونار وشنار على أهله. أدوا الخيط والمخيط فمن أخذ منه فهو غلول يأتي يوم القيامة على أهله وهو نار وعار وشنار. عار عيب، وهذا عذاب معنوي يؤثر على العذاب البدني. النار نار
عذاب حسي، وشنار، الشنار هو عيب لكن معه خزي، يعني يحصل له العذاب الجسدي العظيم ويحصل له العذاب المعنوي وهو العار العيب مع ما يلحقه من خزي في ذلك اليوم. نسأل الله السلامة والعافية.